طلابي الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع مستر محمد علي وديب. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل شرح قصة Great Expectations، توقعات عظيمة أو آمال عظيمة للكاتب الكبير تشارلز ديكنز. طبعا زي ما أنتم عارفين إحنا كنا شرحنا قبل كده 10 شابترز، أول 10 فصول، وعارفين إن كل يونت في المنهج بيبقى معاها شابتر من القصة، فصل من فصول القصة. وطبعا عارفين برضو انه لازم نركز جدا على موضوع الكلمات، لان الكلمات هي الاهم. نخلي بالنا جدا من المرادفات، من العكس، من الجموع الغير منتظمه او الجموع الشاذه. نخلي بالنا من التفاصيل دي، وانا كده كده بقرا معاكم الفصل كلمه كلمه، بحيث ان احنا نقدر نفصصه زي ما بنقول كده، او نحلل الفصل ونحلل الكلمات اللي فيه. بالاضافه برضو ان احنا لازم نخلي بالنا من الكلمات، من عفوا من ال نخلي بالنا من الاحداث، لان احنا ثانويه عامه ممكن القصة تجي علينا كأحداث، حتى لو الامتحان اختياري برضو ممكن تجي كأحداث، فلازم نخلي بالنا من الأحداث عشان تحسوا بنجاح. قصة مش صعبة والأحداث فيها مش معقدة قوي، فسهل إن الواحد يلمها وما تاخدش منه وقت يعني. بس طبعا الأهم واللي هو الأساس بالنسبة لنا هي الكلمات. كنا خلصنا أول 10 فصول قصة، كده بقى لنا 2 إن شاء الله بإذن الله. الناس اللي ما كانتش شافت ال10 فيديوهات الأولانيين، أو اللي ما شافوش القصة، أو اللي ما كانوش متابعيننا، يقدروا يتابعونا الاول ويشوفوا الفصول الاولانيه عشان خاطر يبقى ملمين بالموضوع. هتلاقوا اللينك ظهر عندكم دلوقتي في السجستشنز فوق في المقترحات، تقدروا لو ضغطتوا عليها توصلوا للسلسله بتاعه شرح القصه، نقدر ندخل عليها ونشوف الفيديو اللي احنا ناقصنا، او نسمعهم بالراحه ونقدر نتابع ونشوف الاحداث ونشوف الكلمات اللي ذكرت في القصه كلها. النهارده ان شاء الله باذن الله هنشرح شابتر 11، الفصل ال11 الخاص بيونت 11، الخاص بيونت 11. نسمي الله كده ونقول بسم الله. طبعا اولا الناس لازم تفتكر معايا اللي حصل اخر حاجه في الشابتر اللي فات. قلنا والله انه البطل بتاع القصه بتاعتنا اللي هو بيب راح لمس هشام، وانه هناك عرفها بقى انه عارف، ان عارف الحقيقه يعني، وانه ان هي ما طلعتش هي البنفاكتور بتاعه، ان هي الممول بتاعه، وانها يعني عرفته على، او هو كان متخيل انها بتعرفه على ستيلا عشان خاطر تجوزهم، ولكن اكتشف ان هي كانت بتعمل كده بس عشان خاطر تحطم قلبه. وقلنا طبعا انه مس هشام يعني ندمت على الكلام ده وفضلت تعتذر له وتقول له فورجيف مي، سامحني. نسمي الله بقى ونبدا شابتر 11. بيقول وين مس هشام ذا فاينسي. فاينسي يا جماعه اللي هو خطيب، فاينسي خطيب. خلي بالي بايه واحده، الكلمه دي فرنسيه بس محطوطه دلوقتي في قاموس اللغه الانجليزيه، يعني بتستخدم انجليزي عادي خالص. لو انا عايز اجيب المؤنث منها عايز اقول خطيبتي، يبقى ماي فاينسي بدبل اي زاز الفرنساوي. قال لي لما خطيب مس هفشام ليفت هير سابها، هير هارت قلبها ووز بروكن، قلبها انكسر. يعني بقى هي بتحكي له بقى وبتقول له تفاصيلها بقى، يعني هي اللي خلاها بقت اتغيرت كده، بقت وحشه، او ان هي عايزه تحطم قلوب الرجال. قال لي يا مستر والله انه لما خطيبها سابها قلبها انكسر. as time passed، باس يعني يمر او يجتاز، طول ما الوقت عمال يعدي. however she wanted to take revenge on revenge، revenge يعني ينتقم او انتقام او يثأر او ثأر. قال لي مستر كانت عايزه take revenge on، take revenge on يعني تنتقم من، احفظ لي التعبير ده قوي عشان مهم جدا. يبقى take revenge on، take revenge on يعني ينتقم من، انها كانت عايزه بقى تنتقم من الرجال. she decided، قررت to adopt، adopt، adopt يا جماعه ان يتبنى، adopt يعني يتبنى، لكن ادابت، ادابت لو بالإيه الخفيفة يعني يتأقلم، ادابت يتأقلم، لكن ادبت يتمنى. قررت انها ادبت ادوتر، تتبنى بنت. سو ذات، سو ذات يعني لكي، سو ذات لكي، سو بس يعني لذلك، لكن سو ذات لكي. شي كود تيتش هير، تقدر تعلمها هاو تو بريك بيبلز هارتس، ازاي تقدر تكسر قلوب الرجال. يعني قال لي يا مستر والله هي كانت بتعلمها بقى ازاي تقدر تكسر قلوب الرجال يعني. وين شي تولد مستر جاجرز، لما الست دي اللي هي هشام اخبرت مستر جاجرز قلنا اللي هو المحامي، ذات شي wanted تو ادوبت ا ليتل جير، قالت انا عايزه اتبنى بنت صغيره، هي بروت ستيلا تو هير، راح جايب لها ستيلا. هي تولد هير، اخبرها ذات ستيلا، ان ستيلا ووز ان اورفن، اورفن، اورفن يا جماعه يعني يتيم، اورفن يعني يتيم. قال لها البت دي بت يتيمه وخلاص، على كده يعني تقدر تتبنيها وما فيش اي مشاكل. اتس ماي فولت، كانت غلطتي، ذات ستيلا از سو كروول، كانت غلطتي ان انا ما خدتش بالي ان اساسا ستيلا دي كرول، كرول يعني قاسيه، انها قاسيه جدا، يعني اساسا طبيعتها مش محتاجه ان انا حد يعلمها، دي اساسا طبيعتها ان هي انسانه قاسيه جدا. كرول الاسم منها كرول، تي حط لها تي واي. فورجيف مي بيب، فورجيف يعني يسامح، سامحني يا بيب.
مس هشام كرايد عماله تعيط، تقول لها والله، تقول له والله انا كنت مجرد عايزها انها تكسر قلوب الرجال، ولكن الحقيقه ان ستيلا اساسا كانت قاسيه جدا، فيعني كان سهل بقى جدا انها مش تحطم بقى قلوب الرجال، انها تكنسهم كان زي ما بيقولوا. I told her اخبرتها that there was nothing to forgive، قلت لها مش محتاج، ما فيش حاجه اساسا يعني محتاجه المسامحه يعني. I knew، لان انا كنت عارف، that I would always love Stella، لان انا كنت عارف ان انا كده احب Stella even if، حتى لو she was cruel to me، حتى لو كانت هي قاسيه عليا، يعني انا كده كنت بحبها مع انها كانت قاسيه جدا عليا في التعامل، وكانت وحشه جدا في التعامل معايا. يبقى cruel بتاخد حرف الجر تو. Miss Havisham was crying more now، دلوقتي عياطها بدأ يزيد أكتر. I didn't know، ما كنتش عارف how to help her، ما كنتش عارف أساعدها إزاي. So لذلك I thought that، فكرت فيه I should leave، قلت يبقى الأفضل إن أنا أغادر، لأن ممكن تكون هي كل ما بتشوفني كل ما بتفتكر، فعشان كده بتفضل تعيط، فأحسن حاجة إن أنا أغادر أساسا وأمشي. Before I went، قبل ما أمشي I walked for a while، فضلت أتمشى شوية، walk for a while، خلي بالي إن كلمة while بتجيب معنى بينما لو جت كرابط، لكن يا جماعة لو جت كاسم هنا جاية اسم بمعنى برهة أو فترة من الوقت قصيرة، فترة قصيرة من الوقت. For a while يعني لبرهة. In the untidy garden، untidy يعني غير مرتبة، الحديقة الغير مرتبة، يعني فضلت أتمشى بقى. طبعا الناس مكبرة دماغها، الجماعة العمال والبتاع، عشان هي مسها هشام مش مركزة معاهم، فكله مكبر دماغه والجنينة مش مترتبة خالص. It was so full of memories، بس الجنينة دي كانت مليانة بيه. full of، full of يعني ممتلئ بيه، لكن فيل بالآية يا جماعة يملأ، وبتاخد حرف الجر with، كانت ممتلئة بالميموريز، ميموريز يعني الذكريات، ميموري يعني ذاكرة أو ذكرى، فدي كانت مليانة بالذكريات. لكن خلي بالي في عندي حاجة اسمها ميموريالز بعد الـ R A I L S، ميموريال، لا عفوا I A L S، ميموريالز يعني نصب تذكاري، ميموريال اللي هو النصب التذكاري، اللي هو مبنى بيبقى عاملينه لتخليد ذكرى معينة، زي مثلا عندنا كده النادي الاهلي عامل نصب تذكاري لتخليد شهداء بورسعيد يعني، فده بيبقى عباره عن مبنى كده لتخليد ذكرى الناس دي، عشان الناس دي مش تكون ماتت كده هباء وخلاص. فقال لي الحديقه دي كانت مليانه بالذكريات بالنسبه لي. I was thinking of، كنت عمال افكر بقى وانا في الحديقه دي في ستيلا، انا قابلتها هناك اساسا، and my first meeting، واول مقابله ليا with هيربرت، واحنا قلنا اول مره شاف فيها هيربرت كان في الحديقه برضه. وين اي صادلي، لما فجأة هاد a terrible feeling، في اللحظة دي حسيت terrible feeling يعني شعور غريب، شعور فظيع، شعور صعب جدا. terrible يعني فظيع، لكن لو خليتها trouble، trouble يعني مأزق أو مشكلة. I was sure، كنت متأكد that something bad had happened to Miss هشام، في اللحظة دي راودني شعور فظيع، حسيت إن في حاجة سيئة حصلت لهشام. So I ran back to her room، عشان كده بسرعة أخدتها جري، رجعت إلى الحجرة بتاعتها. I quickly opened the door، بسرعة فتحت الباب. Miss Havisham was still in her chair، لقيتها لسه قاعدة على الكرسي بتاعها. But she was screaming، سكريم يا جماعة يعني يصرخ أو يصيح بصوت عالي جدا، لقيتها عمالة سكريمينج، عمالة تصرخ. A spark، مهمة جدا، سبارك، سبارك يا جماعة تجيب معنى شعلة، وهنا جايب معنى شرارة. A spark from the fire، شرارة من النار أو من الدفاية. had fallen on her wedding dress، قال لي يا مستر شرارة طارت من الدفاية اللي جنبيها دي، طارت على الفستان، على فستان الزفاف بتاعها. and now، الآن it was burning، ودلوقتي الفستان شبط فيه النار firelessly. firelessly، fires يا جماعة يعني شديد أو قوي، firelessly يعني بعنف أو بشدة أو بقوة، فبدأ الفستان يتحرق بشكل سريع جدا. انتوا عارفين بقى فستان الزفاف والحاجات دي كلها معموله تقريبا من ماده اسمها الستان، باين حاجه زي كده يعني، فالماده دي بتبقى سريعه الاشتعال جامد، فمجرد ما جه عليها الشراره بدات النار تمسك فيها جامد، يبقى بيرن يعني بدات تحترق. I was wearing، انا كنت وير يعني يرتدي، a thick coat، thick، thick يعني سميك، كوت يعني بلطو او معطف، انا كنت لابس بلطو تقيل. I took it off، take off يا جماعه يعني يخلع، take off يعني يخلع، عكسها put on يعني يرتدي. خلعت الجاكيت او البلطو and used it، استخدمته to cover here عشان اغطيها. and put out the flames، put out، put out يا جماعه يعني يطفئ، زي جو اوت برضو اللي هي برضو يطفئ او ينطفئ. قال لي put out، حاولت اطفي the flames، flames، flames يا جماعه اللي هي السنه اللهب او اللهب، حاولت اطفي النار بالجاكيت او البلطو بتاعي. طبعا زي ما احنا عارفين، عارفين انه يا مستر والله في موضوع الحرائق ربنا يعافينا جميعا، اهم حاجه ان انت تحاول باي بطانيه، باي حاجه، بجاكيت، تحاول تطفي النار، انت تكتم على النار ما هي موجوده، بحيث ان هو يمنع وصول الاكسجين، فطبعا احنا عارفين الاكسجين هو اللي بيساعد على الاشتعال،
فاحنا بس نمنع وصوله، ان احنا بنحاول نكتم مكان النار او الحريق، نحاول ببطانيه بحاجه بحيث انها لحد ما النار ما تطفي لوحدها، ولو انطفت خلاص. اي اولسو ايضا بولد ذا تيبل كلوث، كمان برضه حسيت ان البلطو بتاعي مش هيعمل حاجه، فرحت بسرعه جايب التيبل كلوث. تيبل كلوث يا جماعه اللي هو المفرش بتاع السفره، احنا عارفين اللي هو المفرش يبقى حاطينه على ترابيزه السفره يعني. تيبل كلوث اوف بول اوف يعني يسحب او يجر، سحبت المفرش ذا تيبل من على الترابيزه ان ذا دايننج روم اللي موجوده في حجره تناول الطعام اللي احنا بنقول عليها اوضه السفره. اند يوز ذا، واستخدمت كمان المفرش ده عشان خاطر اطفي بيه. ذا سبايدرز العناكب ران اواي، كانت بتجري في كل مكان، ران اواي يعني يهرب. ان اول دايركشنز، دايركشنز دايركشنز يا جماعه الاتجاهات، دايركشنز اتجاهات. لكن انستراكشنز يعني تعليمات. طبعا احنا قلنا بقى ان البيت كان مليان عناكب وتحتش بقى بيجي، الحاجات دي ما اتغيرتش بقى لها سنين، يمكن اكتر من 20 سنه، فعشان كده بقى مليان عناكب وبتاع. فاول بقى ما سحبت المفرش العناكب بقت بتجري في كل مكان، بتهرب في كل الاتجاهات. I didn't notice، انا حتى ما لاحظتش that I had burned my hands، ان انا ايدي burned. burned يعني اتحرقت، يعني انا بحاول اطفي النار بتاع مسها في شام وبتاع المكان، ايدي اتحرقت. until the fire was out، لحد ما النار ما طفت. and we were lying on the floor، وساعتها كنا lying، lie يا جماعه ان يركض او يستلقي، كنا راقدين on the floor على الارضيه، طبعا اي ارضيه بتاخد حرف الجر on، of the black and burnt room بتاع الحجره السوداء والبيرنت. بيرنت يعني المحروقه، يعني ربنا يعافينا. الاوضه بقت عباره عن يعني بقت زي ما قلت كده عباره سوداء كلها، اتقلبت كلها لونها اسود من النار او من الحريق والرماد. وقال لي كمان يا مستر الاوضه بقت محروقه، فكنت نايم على الارض بقى بعد ما طفيت الحريقه. ساعتها في اللحظه دي ادركت ان انا ايدي اتحرقت، يعني الواحد وهو سخن كده هو بيعمل حاجه معينه ما بيبقاش حاسس اساسا لو اتصاب بتاع، ممكن واحد فينا هو بيلعب كوره ممكن يتعور وهو مش واخد باله، ما يعرفش بقى غير مثلا هو بيغسل نفسه في الاخر مثلا او لما بيستريح يبتدي ياخد باله ان في حاجه بتؤلمه فيشوف الجرح او يشوف الاصابه. فهي نفس السيره برضه، الولد ما حسش بالاصابه غير لما ريح وكان راقد على الارض بعد ما طفى النار او طفى الحريقه. مس هاف شام واز بادلي انجرد، بادلي يعني بشكل سيء، انجرد يعني اتصابت، اتصابت اصابه سيئه. اند ان ايبل، وكانت غير قادره تو موف يعني الاصابه بتاعتها كانت خطيره، وكانت غير قادرة على الحركة، خلاص مش قادرة تتحرك من مكانها. The doctor came، الدكتور جه. and then بعد ذلك I waited for، wait for، wait for، wait for يعني انتظر يا جماعة حرف الجر for. انتظرت المسها في شامز relatives، relatives يعني أقارب to arrive، ما كانش ينفع لنا نسيبها لوحدها، كنت قاعد مستني لحد قريبها ما يجوا عشان خاطر أنا أقدر أمشي. It was late، بس الوقت أخر. in the afternoon، بعد الظهر. before I opened the gate، قبل ما افتح الباب to leave يعني خلاص بقيت الوقت أخر جامد فاضطريت ان انا امشي. as I left وانا مغادر I heard Miss Havisham crying، كنت سامعها وهي عمال cry out، cry out يعني يصرخ او يصيح، عماله تصوت بصوت عالي جامد، cry out يعني بصوت عالي خلي بالك، بتصرخ او بتعيط بصوت عالي جامد again and again مرارا وتكرارا. forgive me سامحني، forgive me سامحني، عماله تندب وكل صوتها وتقول لبيب سامحني سامحني. يعني ايه ده؟ اعرفك طبعا ان هي انسانه كويسه جدا داخليا، يعني طبيعي ممكن اي حد فينا، طبيعي احنا بشر وطبيعي اي حد فينا ممكن يغلط او ممكن يذنب، ولكن الانسان السوي اللي هو من جوه نظيف اساسا او اللي جواه حاجه كويسه طبيعي ان هو مع الوقت بيبتدي يدرك، لما بيدرك انه اخطا بيبتدي بيبقى ندمان جدا على غلطه. فهي نفس السهره، يعني هي كانت عايزه متعمده انها تؤذي قلوب الرجال وعايزه ان هي تحطمها زي ما هم حطموا لها او زي ما خطيبها حطم لها قلبها، ولكن مع الوقت ادركت قالت انا غلطان، يعني ربنا قال ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني انا ما باخدش حد بذنب حد. طب ده عمل فيا كده انا ما باخدش بحد غيره، يعني حرام انا ما بعملش حاجه، انا باذي الاخرين بدون ذنب وما بقولوش حاجه عشان خاطر اذيهم، اللي عمل لي هو ده اللي يستحق، لكن هو ما انا ليه اخد حد ذنب حد يعني او اخد حد بذنب حد تاني يعني. فعشان كده بقى هي حست بالندم لانها من جواها نظيفه، فعماله بقى تقول له سامحني سامحني. I was in pain، in pain، in pain، pain يعني الم يا جماعه، ان بين كنت في الم. when I reached my lodgings، قلنا lodgings يعني مكان السكن او مكان الاقامه، كنت حاسس بالم رهيب لما وصلت، reach يعني يصل، مكان الاقامه that night في تلك الليله. so Herbert، لذلك Herbert wash، wash يعني يغسل، and bandaged، bandage لوحدها يا جماعه هي ضماده، ضماده اللي هي الشاش والقطن والحاجات اللي احنا بنحطها على الجروح، وبتجي فعلا بمعنى يعني يحط الشاش والقطن وبتاع اللي هو يحط يلف الشاش وبتاع على الجرح يعني، فباندج اللي هي ضماده او يربط الجرح يعني نعمله نربطه بالضماده يعني. ماي بيرنت هاندس، قال لي هربرت غسل ايديا كويس وبدا يعملها بيربطها بضماده
عشان خاطر ايديا المحروقة يعني. if I sat quietly، بس المشكلة كلها ان انا لو جلست، سات الماضي من sit يعني يجلس، quietly اللي جوه يعني بهدوء، and rested واستريحت، my mind عقلي immediately في الحال went back to the terrible fire. مجرد يا مستر ما بستريح شوية واقعد ابص الاقي عقلي على طول immediately في الحال رجع الى ذا تيربل فاير، للحريق، التيربل يعني الفظيع. الاقي دايما اقعد افكر في الحريق واللحظات الصعبه اللي انا عشتها، يعني الذكرى دي تبقى ذكرى صعبه جدا في دماغه، وبيبقى صعب جدا الانسان ينسى حاجه زي دي يعني. هربرت نوتس ذس، هربرت طبعا كانسان ذكي لاحظ ذلك، نوتس يعني يلاحظ، اند ديد هيز بيست، وكان بيبذل قصارى جهده. خلي بالي ان هيز بيست تاخد دو ماي بيست يعني ابذل قصارى جهدي. did his best، كان بيبذل قصارى جهده to talk to me، عشان يتكلم معايا about other things. انت عارف كده لما يكون حد صاحبك او واحده صاحبتك، تكوني مثلا عارفه انها في حاجه جدا مضايقاها، او حصل لها اي حاجه صعبه جامد، اي موقف صعب ولا حاجه، فتبص تلاقي نفسك انت لا اراديا عايز تسهر في اي حاجه معاه، عشان خاطر تحاول تخليه ينسى التفكير في الحاجه السيئه، لانه طول ما هو قاعد ساكت بيفكر في اللي حصل له، او بيفكر في الحاجه اللي حصلت لاهله مثلا لو حصل لهم مكروه او كده يعني. As he worked، وهو شغال، he told me، أخبرني، that he had had a long conversation، إن هو كان عنده conversation طويلة with professor، فهو بقى عايز يغير الموضوع، فبيقول لي على فكرة ده أنا قعدت سهرية كبيرة جدا مع professor، طبعا اللي بيتكلم هنا هربرت، and had learned much more about his past، وقال له على فكرة أنا اتعلمت كثير جدا about learn about، اتعلم عن his past، عن ماضي، يعني أنا عرفت حاجات كتير جدا عن ماضي professor. وبدأ هربرت بقى يحكي لنا، قال لي about حوالي 20 years ago، حوالي من 20 سنة مضت، بروفيس was in love with، in love with يعني يقع في حب. قال لي بروفيس كان واقع في حب a young woman، امرأة شابة called مولي، ان بروفيس ده كان واقع في حب واحدة اسمها مولي. طبعا احنا قلنا مولي دي اللي هي مين يا جماعة، حد فاكر؟ الهاوس كيبر بتاع مستر جاجرز، كانت هي المربية المنزل او مديرة المنزل بتاع المحامي اللي هو مستر جاجرز. هربرت سيد قال they were married، هربرت قال لي كمان ان هما الاثنين اتجوزوا، اللي هو مولي وبروفيس، and had a daughter، وانجبوا بنت، بروفيس loved the child، بروفيس لا حب جدا البنت very much كثيرا، but one day، ولكن ذات يوم، after an argument يا جماعه يعني جدال او خناقه، نقاش حوار كبير اللي هو بس يعني بحماسه شويه، اللي هو خناقه بس بالكلام، قال لي كان خانق هو ومراته يعني مولي ديسابيرد، راحت سايبه له البيت، وديسابيرد اختفت with the little girl، راحت سايبه له البيت هي والبنت الصغيره، راحت واخده البنت الصغيره واختفوا. بروفيس ووز افريد، افريد يعني كان خايف، ذات هيز دوتر ووز ديد، كان خايف احسن الست دي تكون اتجننت ولا حاجه وتروح تموت البنت، تقول لك عشان خاطر اقضي يعني على اي حاجه تربطني بيه، فكان خايف احسن تكون البنت دي ماتت. اوه سوري ديد اي هيرت يو، بعد كده بقى وقف عن الحكي الواد هربرت ده بيقول لبيب، بيقول له اه انا اسف يا بيب، did I hurt you، هو انا اذيتك، هو انا يعني دوست عليك قوي، is the bandage، هل الضمادة تو تايت، تايت يا جماعة يعني محكم او ضيق، هل انا ربطت عليك، يعني هو بيسهر وهو بيربط له الشاش، يعني عمال يحكي له اللي حصل لبروفيس وهو بيربط له الشاش، فبعد كده بيقول له معلش والله انا اسف، وانا شكلي ايه ربطت الشاش جامد يعني، او ربطت الضمادة جامد. قال لي نقطة تقول لا على الإطلاق يا هربرت، فديك قال له لا على الإطلاق، لا لا إيديا ما فيهاش حاجة خالص الحمد لله، يعني أنت ما عادي مش كويس، يو آر فيري جنتل، ده بالعكس أنت لطيف جدا والله وأنت بتربط، يعني أحسن من أي دكتور، بليز لو سمحت كونتينيو ذا ستوري، بالله عليك بقى كمل لي القصة أنا عايز أعرف. After several months، بعد بضعة أشهر، بروفيس هيرد، بروفيس سمع، ذات مولي هاد بين أكيوزد أوف أكيوز أوف أكيوز، يا جماعة يعني يتهم، هنا مبنية للمجهول بمعنى اتهمت أوف ميردر، ميردر يعني جريمة قتل أو قتل أو يقتل، وميردرر لو حطيت لها ER كمان تبقى قاتل. قال لي اتهموها بتهمة بجريمة قتل. Some people، بعض الناس، thought، اعتقدوا، that she had killed، إنها قتلت the child، إنها قتلت الطفلة. as well as بالإضافة إلى an older woman، اتهموها أنها قتلت واحدة ست كبيرة وقتلت الطفلة بنتها. بروفيس was very upset، upset، upset يعني منزعج، and didn't go to the court، ولم يذهب إلى الكورت، كورت يا جماعة اللي هي المحكمة، وما رضيش يروح المحكمة بقى، عارف قال لك ده هي كانت اتهموها يعني إن هي البت، هي قتلت البت وخلاص بقى يعني، فعشان كده قرر ما يروحش المحكمة. مستر جاجرز worked as مولي's lawyer، واحنا طبعا عارفين ان مستر جاجرز كان هو المحامي بتاع مولي، and she was acquitted، acquit، acquit يا جماعه قلنا قبل كده برضو، قلناها في الشابتر اللي فات تقريبا، بمعنى يبرئ،
يبرئ من اتهام، قال لي وهي تم تبرئتها يعني قدر يطلعها براءة. But بروفيس، ولكن بروفيس doesn't know، ما كانش يعرف what happened to مولي، ما كانش يعرف اللي حصل بقى لمولي or their daughter ولا بنتهم after that منذ ذلك الحين، يعني من ساعتها. والراجل ده خلاص بقى يعني افتكر بقى ان هي قتلت البت وبتاع، وانه ما كانش، وخلاص بقى يعني علاقته انقطعت خلاص بمولي، فما كانش يعرف عنهم اي حاجة منذ ذلك الحين. هربرت، يا هربرت اي كرايد، بصرخ بقى بقول له هربرت this is incredible. incredible يا جماعة يعني لا يصدق او هائل جدا، بس هنا طبعا جاب معنى لا يصدق، اللي بيحصل ده لا يصدق. بروفيس از ستيلاس فاذر، كده معناها ان بروفيس هو ابو ستيلا، ستيلاس فاذر يعني ابو ستيلا، لان احنا قلنا في الشابتر اللي فات انه ما وصلوا انه كده ستيلا طلعت بنت مولي، يبقى ده معناها مستر ان ستيلا دي طلعت بنت بروفيس. I went at once، at once، at once يعني في الحال، بتساوي immediately في الحال. رحت في الحال to Mr. Jiggers، على طول رحت طالع على مستر جيجرز. And told him، أخبرته that I knew، إن أنا عارف that Molly and the Prophets were Stella's parents. قلت له على فكرة أنا عرفت خلاص، إن عشان ما تقعدش بس تحور عليا، إن مولي وبروفيس هما والدين استيلا. He explained، بدأ بقى يشرح لي that when Molly left Prophets، إن لما تركت بروفيس she had hidden استيلا. هيد التصريف بتاعت هيدن دي التصريف بتاعت من هايد يعني يخفي او يخبئ، الماضي منها هيد لحد الدي الاولانيه بس، ان هي خبت استيلا بيكوز لانه ذا ليتل جيرل البنت الصغيره صادي اللي ديسابيرد، بسبب ان البنت الصغيره اختفت مره واحده، يعني الناس مره واحده ما لقوش البنت، يعني هي الست دي خبتها، فلما الناس ما لقوش البنت مره واحده، لو ما لقوا ان البنت مره واحده اختفت، مولي ووز اكيوزد اوف ميردر، افتكروا ان مولي قتلتها فاتهموها بالقتل. مس هافشام wanted to adopt، adopt، adopt يعني يتبنى. مس هافشام طبعا في الوقت ده كانت عايزه تتبنى a little girl، لبنت صغيره at that time، at that time يعني في ذلك الوقت. خلي بالك ان time بتاخد حرف الجر at، طول ما هي جايب معنى وقت، لكن لو جايب معنى عصر تاخد ان عادي خالص. سو لذلك هي توك ستيلا، خد ستيلا تو هير، لانه كان المحامي بتاعها فراح واخد، كان المحامي بتاع مولي يعني، فراح واخد البنت وراح موديها لمس هافشام. And once Molly was free from prison، أول ما مولي طلعت بقت حرة من السجن يعني طلعت حرة خلاص اتحررت يعني، هي اسكد هير، طلب منها تو بيكام هيز هاوس كيبر، قال لها خليك انت هنا الهاوس كيبر بتاعي اللي هو مربية المنزل او المربية او مديرة المنزل يعني اللي هي زي كبيرة الخدم. ناو الان ذات يو نو ذا تروث، دلوقتي بقى بما انك عرفت الحقيقة، اي ادفايس يو، بنصحك نوت تو ريبيت ات تو اني ون، ريبيت يعني يكرر، ريبيت يا جماعة ان يكرر، الاسم منها ريبيتيشن، ريبيتيشن يعني تكرار. مستر جيجرز سيد، يعني مستر جيجرز بيقول لي بيب، بيقول لي بص بقى بيب انت دلوقتي خلاص عرفت الحقيقه، بس انا بنصحك الا نوت تو، الا ريبيت ات، تكررها تو اني ون لاي شخص. اي بروميس، انا بوعدك ذات اي وودنت تيل اني ون، فقلت له وانا كمان انا بقول لك اهو انا بوعدك مش هقول لحد خالص ان شاء الله على الموضوع ده. سون افتر ووردز، بعديها بسرعه، تو ليترز، خطابين ارايفد، ليت خطابين وصلوا. One was from Mr. Wemmick، واحد منهم كان من مستر ويميك، مستر ويميك ده قلنا اللي هو الراجل الموظف اللي شغال مع مستر جاجرز. Telling Herbert، بيقول لي هربرت and I يعني بيبلغني انا وهربرت that it was time، it was time يا جماعه يعني حان الوقت. To help Prophet escape، حان الوقت ان احنا نساعد بروفيس انه يهرب. خلي بالك عشان تعبير it was time ده مهم قوي. لو قال لك في الامتحان اتس تايم او ات ووز تايم بعدها النقط على طول، عايز فعل يبقى تقول مصدر زي ما هو كاتب قدامك، لكن لو جاب جمله الموضوع بيختلف. لو قال اتس تايم از، هنا يبقى الجمله لازم تكون ماضي بسيط، لازم تكون ماضي بسيط، لكن لو قال ات ووز دي، ات ووز تايم وجاب بعديها جمله، لازم الجمله تبقى ماضي تام، يعني انت بترجع بالزمن خطوه لورا. ات ووز تايم يعني حان الوقت تو هيلب بروفيس اسكيب، حان الوقت ان انتوا تساعدوا بروفيس انه اسكيب، اسكيب يعني يهرب. The second letter، الخطاب الثاني، didn't say، لم يقول who it was from، الخطاب الثاني ما كانش موضح هو من مين بالظبط، يعني الخطاب اللي انا عرفته من ويمك وبيعرفني يقول لي خلاص يعني دلوقتي حان الوقت ان انتوا تقدروا تساعدوا الراجل انه يهرب، يعني ده فرصتكم في الوقت الحالي انكم تهربوه، لكن الخطاب الثاني مش عارف هو جاي من مين. It promised that، الخطاب الثاني بقى كان بيوعدني ان I would find out، find out يعني اكتشف، more about، خلي بالي find out about، find out about يعني اكتشف عن. الخطاب الثاني بيقول لي فيه بقى ان انا هقدر اكتشف عن بروفيس، المزيد عن بروفيس، if I went that night، لو رحت في الليله دي to an old house، لمنزل قديم، on the marshes، قلنا marshes قبل كده عن المستنقعات، near my village اللي بالقرب من القريه بتاعتي، يعني الخطاب الثاني كان مبعوت لي من حد مش عارف مين بالظبط، كان بيقول لي انا بوعدك ان انا هقول لك معلومات اضافيه ومعلومات اكتر عن بروفيس لو انت
جيت زرتني في بيت قديم كده ولا راس في البيت في المستنقعات جنب القرية اللي كان بيب مولود فيها. I thought فكرت this was probably important، قلت يبقى دي ممكن تكون معلومات مهمة. So I decided لذلك قررت to leave at once، إن أنا أغادر في الحال. at once يعني في الحال، قلنا بتساوي immediately. But first ولكن أولا I left a note for Herbert، سبت نوت يعني ملاحظة لهربرت، يعني كتبت له كده ورقة قلت له أنا هعمل إيه. Telling him أخبرته what had happened، أخبرته باللي حصل، أنا كتبت له في الورقة ده اللي حصل بالظبط. It was dark، الدنيا كانت ضلمة، and wet مبللة as I walked to the old house، يعني الدنيا كانت مبللة وكانت دارك، يعني الدنيا كانت ضلمه بس كان في مطر بينزل. As I walked to the old house، وانا رايح المنزل القديم، on the marshes في المستنقعات، that evening في تلك الليله. The bale، بيل يا جماعه يعني شاحب او فاتر، وبتجي كمان بمعنى لحول عليه، مثلا يقول لك بيل فيس يعني وشه لحول عليه وش اصفر اللي هو وشه شاحب يعني. The bale light يعني الضوء الشاحب، يعني الضوء الخافت الضوء الخفيف خالص. Of a candle بتاع الشمعه، in a downstairs window على الشباك. downstairs، downstairs يعني في الطابق السفلي. شباك كده كان في الطابق السفلي كان في شمعة هيلبت ساعدني تو جايد مي، جايد يعني يرشد، وجاي اسم بمعنى مرشد اللي جاي منها تور جايد مرشد سياحي. ساعد ساعدني او ارشدني ذير ان انا اوصل هناك. اي نوكد اون، نوك اون، نوك يا جماعة يعني يطرق 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 بس بايده يخبط الباب يعني. اي نوكد اون ذا دور، خبطت على الباب، نوك اون يعني يطرق على، بط نو بودي كيم بس ما فيش حد طلع، طلع بره يعني ما فيش حد طلع يقابلني يعني، فضلت اخبط ما حدش رد عليا. Then بعد ذلك I tried the handle، بعد كده جربت ان انا اجرب الهاندل، هاندل اللي هو المقبض او اليد بتاع الباب اللي احنا بنقول عليها بالعاميه الاقره يعني، جربت ان انا افتح الاقره بتاع الباب. And found that، لقيت ان the door opened easily، لقيت الباب اتفتح بسهوله مفيش اي مشكله خالص. As I went into the building، وانا داخل جوه المبنى، however مع ذلك I was hit by something، وانا داخل جوه المبنى لقيتني خبطت في شيء ما. Who is this؟ مين هنا؟ I shouted، بصرخ help help ساعدوني ساعدوني. A man's strong hand، لقيت ايد راجل كده قوية جامد. held me، held الماضي من hold، hold يعني يمسك او يتشبث. held me against the wall، لقيت ايد راجل كده مستر يعني عامل كذا جماعة ايدين الجماعة المخبرين، قال لي امسكني كده against the wall يعني امسكني في الحيطة، زنقني كده في الحيطة وايده في بايده. With my burned arms، وانا طبعا دراعاتي ساعتها كانت burned، قلنا burned يعني محروقه. I couldn't fight، ما كنتش اعرف ان انا قاتل، مش عارف ان انا حارب، مش عارف ان انا خانق. Then بعد ذلك I was tied up، راح الراجل ده بقى استغل ان انا مش قادر وان انا مش قادر اقاومه، فكان راح عمل ايه؟ tied up، tie up يا جماعه ان يربط او يكتف، راح مكتفني راح ربطني. By the light of the candle، بضوء بقى الشمعه I recognized، ادركت بقى ان مين اللي بيربطني بقى ومين اللي بيعمل فيه ده كله، طلع اورليك. فاكرين اورليك؟ اورليك ده اللي هو قتل اساسا اخو اخت بيب اللي هو اللي ضربها على دماغها. ناو الان اي هاف جوت يو، قال له انا اخيرا مسكتك. اورليك سيد اورليك، اورليك اللي بيتكلم بيقول له اخيرا جبتك. ان الاود فويس بصوت عالي، ذن هي شوت، بعد كده بقى قعد يزعق لي. اي ام جوينج تو ستوب يو، انا خلاص بقى انا هوقفك خالص. يو هاف اولويز سبويلد ثينجز، سبويل سبويل يا جماعه يعني يفسد، سبويل يعني يفسد، وبترجع على فكره بمعنى يدلع. اقول لك مثلا ماي جراند ماذر، جدتي spoiled my sons، جدتي بتدلع عيالي جامد، بتدلعهم يعني بتفسدهم، بتدلعهم تديهم بقى حاجات زياده عن اللي هم عايزينها يعني اكتر. ف spoiled things for me، قال له انت عمال طول عمرك عمال تفسد لي كل شيء يخصني، اي حاجه تابعه بص لك انت اللي تكون السبب في بوظانها. I lost my job، اولا انا فقدت وظيفتي at Miss Havisham's، في بيت Miss Havisham، طبعا اي شخص لو جاء بوست في اس بعديه يقصد بيه المكان اللي بعيش فيه او اي وظيفه، يعني لو جيت قلت على سبيل المثال كاربنتر يعني نجاره، قلت كاربنترز هتطلع بص الفيس اقصد فيه محل النجاره وهكذا. بيكوز اوف يو، قال له انا فقدت وظيفتي في بيت ميس هافشام بسببك. اند يو تولد بيدي، وانت اللي قلت البيدي نوت تو تراست مي، وانت اللي قلت البيدي ما تثقش فيا، يعني شكل الراجل ده او اورليك ده كان بيحب بيدي، فقال له بقى انت اللي قلت لها وانت اللي حذرتها مني وقعدت تقول لها ما تثقش فيا، فانت دايما اللي بتبوظ لي كل اللي انا عايزه. اي نيو، انا عارف ذات كولينج فور هيلب، طبعا بقى هنا بيب بيقول لنا، بيقول للقارئ، بيقول له انا كنت عارف ان انا كول فور هيلب المناداه للمساعده وود ميك نو ديفرنس، لن تفعل اي اختلاف يعني الموضوع مش هيبقى مؤثر. بيكوز ذا هاوس، لانه البيت ووز تو فار فروم اني اذر بيلدينج، لانه البيت كان بعيد جدا جدا عن اقرب او عن اي مبنى اخر.
يعني هنا معناه بيقصد ايه؟ بيقصد ان انا كنت عارف ان انا لو فضلت اصوت مهما صوت محدش هيجي يساعدني، لانه صوتي محدش هيسمعه، لانه احنا بعاد جدا عن اقرب بيت. البيت ده يعني زي ما بقول كده لوحدي، منعزل خالص في قلب المستنقعات، فمهما انده محدش هيسمعني، مهما اصرخ محدش هيسمعني. فكنت عارف ان الموضوع مش محتاج اقعد اصرخ على الفاضي، طب ليه مش يبقى مش هيعمل اي اختلاف يعني. As I stood there، وانا واقف هناك بقى مربوط، tied up، وانا مربوط against the wall، ربطني في الحيطة. I thought of all the people، قعدت بقى افكر في كل الناس who would suffer، اللي سوف يعانوا، سفر يعني يعاني. If I died now، لو انا مت الان، طبعا انا بفرض افتراض عكس الواقع، ان الواقع ان انا لسه حي، فعمل بقى بفترض بقى عشان كده جاب حالة تانية. فبيفترض بقى بيقول لي انا يا ابويا الناس اللي هتعاني لو انا مت. Prophets would think I had deserted him. Desert يا جماعة بتجي اسم بمعنى صحراء، اللي هي الصحراء يعني، وبتجي فعل بمعنى يهجر. فبيقول لي البروفيس هيعتقد ان انا deserted him بمعنى انا هجرته، بمعنى ان انا تركته، بمعنى ان انا بعته يعني وسبته. هربرت would be sad، وهربرت لو عارف ان انا مت هيبقى حزين جدا. جو اند بيدي، وجو بيدي would never know، عمرهم ما يعرفوا how sorry I was for، sorry for، sorry for يعني اشعر بالاسف تجاه. والاتنين دول عمرهم ما يعرفوا قد ايه ان انا بشعر بالاسف تجاه for my behavior، تجاه سلوكياتي towards them، باتجاههم يعني. هم عمرهم ما يعرفوا قد ايه انا بشعر بالاسف تجاههم، قد ايه بشعر بالاسف ناحيتهم، قد ايه ان انا زعلان جامد عشان خاطر ان انا كنت بتعامل معاهم باسلوب وحش. I am going to tell you something he said quietly، ليتو بيقول لي كده بالراحه، بيتكلم ببطء او عفوا يعني بصوت واطي يعني او بهدوء، بيقول لي انا هقول لك حاجه. You made me angry، قال له انت اللي خلتني angry، angry يعني غضبان، and jealous، jealous يعني غيور، انت اللي خلتني غضبان وغيور. So I took my revenge، فما تزعلش مني، انا باخد بنتقم لنفسي، انت السبب، انت اللي خلتني وصلت للمرحله دي ان انا عايز اقتلك، لان انت اللي اثرتني، انت اللي اثرت غضبي واثرت غيرتي، عشان كده انا عايز انتقم منك. بس ما تيك ريفنج، وان تاخد حرف الجر اون بمعنى ينتقم منه. ناو الان اي نيو وات هاد هابند، دلوقتي انا عرفت بقى كل اللي حصل، بقى فهمت بقى خلاص اللي حصل. اورليك هاد فاوند بروفيس ليك ايرنس، اللي عرف بقى اورليك بسهرات بروفيس والحاجات دي كلها انه كان ليه الليك ايرنس بتاعته، اللي هي قلنا الليك ايرنس يا جماعه اللي هو الحديد اللي بيبقى مربوط في رجلين المساجين، اللي احنا قلنا اللي هو زي الكلبشات والحاجات دي بتاع الرجلين اللي هي الاصفاد. years ago، من سنوات مضت. when they were forgotten، لما نسيناهم on the marshes، لما نسوهم في المستنقعات. so اورليك، لذلك اورليك had deliberately، deliberately يا جماعه يعني عن عمد، deliberately يعني عن عمد، deliberate يعني عامد يعني اللي هو للحاجه الشيء ده اللي هو يعني بيعمد يعمل الحاجه دي، بيعملها عن عمد يعني. left the leak irons، هو عن عمد ساب الليك ايرنز الاصفاد دي in the kitchen، في المطبخ. when he attacked my sister، ان هو اللي ساب الاصفاد دي في المطبخ عشان خاطر يتهم بيها والناس ما تفتكرش ان هو اللي عمل كده في الست، لا يفتكر ان هو واحد من الجماعه الكونفيكتس المدانين. نيرلي، تقريبا ايفري وان هو سو، تقريبا كل اللي شافها شاف الاصفاد دي ثوت، اعتقد ذات ا كونفيكت، كونفيكت يعني مدان، هاد كوميتد ذا كرايم، قلنا كوميت قبل كده كذا مره يعني يرتكب، وكرايم يعني جريمه. هو راح سايب الاصفاد هناك بحيث ان هو اللي هيشوف الست وهي مضروبة على راسها او مضروبة على دماغها هيفتكر ان هو اللي عمل كده هيكون واحد من المجرمين اللي كانوا هربانين. بطنا، ولكن الان اورليك واز جوينج تو كيل مي، دلوقتي بقى نرجع تاني بالاحداث، ان اورليك عايز يقتلني، كيل يعني يقتل. هي ران توردس مي، جري ناحيتي. اند اي فينتد، فينت، فينت يا جماعه يعني يغمى عليا او يغشى عليا، قال لي وانا اغمى عليا، جري عليا جامد وانا اغمى عليا. When I opened my eyes، لما فتحت عينيا، هربرت was next to me، لقيت اللي واقف جنبي هربرت and اورليك، ولقيت اورليك had gone، ولقيت اورليك مش موجود، يعني لقيت اللي واقف جنبي هربرت وما لقيتش اورليك. When I left my house that morning، بيحكي لنا بقى اللي حصل، قال لي انا لما سبت البيت بتاعي في لندن يعني في ذلك اليوم، I had dropped اورليك's letter in the entrance hall to our rooms، قال لي ساعتها dropped، drop يعني يرمي او يلقي، قال لي وقع مني خطاب اورليك او انا رميت الخطاب. ان ذا انترنس، في المدخل، هول، هول يعني صاله او فناء، في الفناء بتاع المدخل. تو اور رومز، اللي جنب الحجرات بتاعتنا يعني، قال لي وانا طالع كده خلاص بقى رحت رامي الخطاب، رميته في المدخل، في الصاله بتاع المدخل يعني بتاع حجرتنا. افتر اي هاد ليفت، بعد ما غادرت، هربرت هاد فاوند ماي نوت، لقي الورقه اللي انا كنت سايبها له، اند ذا ليتر، والخطاب.
and he had started to worry. وساعتها في اللحظة دي بدأ يقلق يخاف، يقول الخطاب ده غريب. He had met startup، راح قابل واحد اسمه startup، اللي هو كان مين بقى، اللي هو our friend from هامر سميث، اللي هو اللي كان صديقنا اللي كان عايش معانا في هامر سميث. And together مع بعض they had followed me، مش ورايا، to the marshes، يعني هم فضلوا متابعيني لحد ما وصلوا عند المارشز المستنقعات. He arrived with a group of men، كمان راح جاب شوية رجالة from the village، من القرية. And this had saved my life، وده اللي أنقذ حياتي، يعني لما عارف إنه أورليك موجود وإنه عايز يقتله بسرعة راح جاب رجالة مستر، وده اللي أنقذ حياتي، يعني لولا الجماعة دول إن هم جوه أنا كنت خلاص كان زمان أورليك قتلني. But now، ولكن الآن there was no time، مفيش أي وقت، to look for، look for يعني يبحث عن، ما بقاش فيه أي وقت إن إحنا نبحث فيه عن أورليك. We had to help بروفيس، لازم نساعد بروفيس escape، في الهرب. Any delay، لأنه أي تأخير would be very dangerous for him، أي تأخير هيكون خطر جدا عليه، dangerous يعني خطير، danger بس يعني الخطر، أي تأخير هيكون خطير جدا عليه. Herbert and I had already made plans، خلاص عملنا خطط to help بروفيس escape، إن إحنا نساعد بروفيس في الهرب. I was to go with بروفيس abroad، أنا كنت أنا دوري إن أنا هخرج مع أو هروح مع بروفيس أبرود. أبرود يعني بالخارج، خارج الدولة، خلي بالك أبرود لكن خارج المكان أو خارج المبنى اسمها أوتسايد أو أوت دور، لكن أبرود ده خارج الدولة، خلي بالي أبرود خارج الدولة، لكن لو خليت الآر قبل الدي أبورد، أبورد يعني على متن أو على ظهر سفينة أو طيارة، لكن لو شلت الإيه برود بالدي بس، برود يعني واسع أو عريض، لكن لو خليت الآر قبل الدي وشلت الإيه بورد، بورد يعني لوح أو سبورة، وبتجي كمان يا مستر بورد بمعنى لوح او سبوره، او يركب على متن او يركب على ظهر. سو لذلك اي كويكلي، لذلك بسرعه، باكد سوت كيس، باك يعني يحزم الامتعه، حضرت الشنط يعني سوت كيس حقيبه يد، اند توك ات، خدتها وذ مي، معايا، تو ذا ريفر، للنهر. وير هربرت، هناك هربرت اند ستارت اب وير ويتنج، كانوا منتظرين باي اور بوت، منتظرين بجوار القارب اللي هناخده يعني. وي ديدنت نو اكزاكتلي 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 يعني تماما او بالضبط، ما كناش عارفين بالظبط وير وي وير جوينج، الصراحه ما كناش عارفين بالظبط احنا هنمشي فين بالظبط، يعني ما كناش عارفين احنا هنروح في اي مكان. بط، ولكن وي هاد تو جيت بروفيس اوت اوف ذا كانتري، بس احنا كنا مضطرين، هاد تو مضطرين الى جيت بروفيس اوت اوف ذا كانتري، نخرج بروفيس خارج الدوله، وذاوت اني وان ايلس، بدون اي حد اخر، سينج اس، بدون اي حد اخر ما يرانا ما يشوفنا. ذا سان شون، الشمس شون يعني يسطع او يشرق، از وي رود سلولي، رو يعني يجدف، سلول يعني ببطء، الونج الونج يعني بطول ابو محاذاه، خلي بالك الاي مع لزقه في ال، لكن لو انا خليتهم منفصلين ال لوحدها ولونج لوحدها يبقى بمعنى طويل، ده هنا دي صفه، لكن الونج ده حرف جر معنى بطول ابو محاذاه. ذا ريفر ابو محاذاه، النهر، سو ذات، سو ذات يعني لكي، نو وان وود نوتس، محدش يقدر يلاحظ، اني ثينج اي شيء، سترينج غريب، اباوت اس، يعني كنا بنجدف بالراحه خالص عشان محدش ياخد باله ان في حاجه غريبه بتحصل فيبتدي يركز معانا. بروفيس جويند اس، بروفيس انضم الينا، ان ذا بوت، في القارب، وانه بودي ووز واتشنج، يعني فضلنا نخلي بالنا لحد ما لقيناه مفيش حد خالص بيبص، ورحنا خلينا بروفيس يركب معانا القارب. اند وي ونت فيرذر داون ذا ريفر، فيرذر يعني ابعد، بدانا بقى نمشي ابعد في النهر. ليت ذات ايفنينج، مؤخرا او في وقت متاخر في تلك الليله، وي تايد اور بوت اب، قلنا تاي اب يعني يربط او يكتف، ربطنا اور بوت القارب بتاعنا، اند سبنت ذا نايت، قضينا الليله، ات انير باي، ان نير باي يعني قريب او مجاور، وان يعني حانه، قضينا الليله في حانه قريبه يعني قريبه من النهر، يعني عشان نحس ان احنا ننام مجرد على قد النوم بس، ونوم تاني يوم نكمل على طول. وي كونتينيود اور جيرني، كملنا رحلتنا، ذا نيكست دي، في اليوم التالي، انتل وي كيم تو ذا بليس، لحد ما وصلنا للمكان، وير، حيث، ستيمرز، ستيمر، ستيمر يا جماعه يعني باخره، الباخره اللي هي سفينه كبيره. قال لي وصلنا لحد ما لقينا المكان اللي فيه البواخر، توك اون باسنجرز، يعني بيركبوا فيهم الباسنجرز، الركاب، يعني وصلنا للمكان اللي بيركب فيه الركاب البواخر، اللي هي البواخر بقى اللي هتمشي بقى من دوله لدوله، لان طبعا مش هينفع نمشي في المحيطات والبتاع بقارب صغير، لازم نكون راكبين باخره او سفينه كبيره. ذن بعد ذلك وي ستوب ذا اور بوت، وقفنا القارب بتاعنا ان ديب ووتر، في الميه العميقه، اند ويتد، ما رضيناش نروح ناحيه الشط، استنينا قلنا عشان خاطر نروح هناك على اخر لحظه، اند ويتد، انتظرنا، اباوت ان اور ليتر، ليتر يعني فيما بعد او بعد ذلك، بعديها بساعه، ذا ستيمر، الباخره تو هامبورج، يبقى الباخره دي كانت رايحه هامبورج، هامبورج دي يا مستر مدينه في المانيا، ابيرد، ظهرت، وي ثوت، اعتقدنا ذات ذيس بوت، ان هذا القارب وود بي اور بيست اوبورتيونيتي، اوبورتيونيتي يعني فرصه، ان القارب ده هيكون افضل فرصه لينا،
and we felt confident. كنا بنشعر بالثقة. confident يعني واثق. الثقة نفسها confidence بالسي اي. خلي بالك ان فيل من افعال الصفات، ما ينفعش اجيب بعدها اسم. حتى لو انا بترجم بالعربي بقول نشعر بالثقة، بس هنا لازم اجيب كلمة confident يعني واثق، عشان فيل من افعال الصفات لازم اجيب بعدها صفة. that nothing was going to go wrong. كنا عارفين ان ما فيش حاجة go wrong يعني هتفسد او هتبوظ with our plan، بالخطة بتاعتنا. يعني خلاص بقى انت عارف كده الانسان لو وصل بقى لمرحلة من الثقة كده كده خلاص احنا الحمد لله وصلنا لاخر لحظة، وكده كده احنا نعرف نهرب بدون ما حد ما يمسكنا. بروفيس اند اي سيد جود باي تو هربرت اند ستارت اب. رحنا ودعنا بقى جود سي جود باي يعني قلنا مع السلامه يعني ودعنا. وعلى فكره ممكن اقول عليها سي اوف، سي اوف برضه اللي هي بدبل اف يعني يودع. قال لي مستر والله قلنا لهم مع السلامه تو هربرت اند ستارت اب، قلنا لهم مع السلامه. بس ديك على فكره سي، سي اوف اللي هي سي اللي هي يرى، سي يرى وبعد كده اوف بدبل اف اللي هي يودع يعني. قلنا لهم مع السلامة اند ستود اب، وقمنا وقفنا بقى عشان خاطر خلاص شوية بقى ونروح رايحين ناحية السفينة عشان نركب ناحية الباخرة. but as we did so، بس واحنا بنقوم another boat stopped next to ours، لقينا قارب راح جاي جنبنا وراح واقف. in it فيه were some police officers، لقينا في القارب التاني بعض ضباط شرطة and an older man ورجل أكبر سنا، رجل عجوز. It was Combeyson. طلع الراجل اللي كان راكب في القارب بتاع الشرطة ده كان Combeyson. My heart قلبي nearly stopped. قلبي تقريبا توقف in surprise. In surprise يعني من الدهشة. surprise تحت حرف جر ان. تقريبا قلبي توقف يا مستر من الدهشة. But بروفيس ولكن بروفيس was the most surprised of all of us. بس أكتر واحد كان مندهش كان متفاجئ من اللي بيحصل مش متوقعه خالص كان بروفيس. He wasn't expecting things. ما كانش متوقع الأشياء to end like this at all. ما كانش متوقع إن الأشياء تنتهي بهذا الشكل خالص. ما كانش في دماغه خالص إن الشرطة هتجي تقبض عليه في آخر لحظة. إيبول ماجويتش بقى اسمه بقى كامل، اسمه إيبول ماجويتش اللي هو طبعًا إحنا قلنا هو دلوقتي مسمي نفسه بروفيس. Also known as بروفيس. A police officer shouted. يعني ضابط شرطة بيصرخ بيقول له إيبول ماجويتش أو اللي بيقولوا عليه بروفيس. You must come with us. أنت لازم تاجي معانا. وبكده يا مستر يبقى وصلنا لنهاية الشابتر ده. بتمنى من ربنا ان انتوا تكونوا استفدتوا. اللي عنده اي تعليق عنده اي استفسار يكتبه في التعليقات وان شاء الله بإذن الرحمن هرد عليه. الناس اللي عجبها الفيديو تضغط لايك، الناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك في القناة وفعل الجرس بحيث انه يوصل لكم مني كل جديد. واهم حاجة بالنسبة لي اسألكم الدعاء بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.